من أراد الفلاح وأن يرث الجنان أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صفاتهم الإيمان، حققوا الإيمان، وكان بعد تحقيق الإيمان أن صدقوا الإيمان بالعمل، فالعمل داخل في مسمى الإيمان. ونقف هذا اليوم وهذه الليلة مع موضوع عظيم معاشر الأحباب، فلا الساعة ولا الساعتين تكفي لعرضه، ولكننا نريد أن نحيط ببعض معانيه. الذين هم في صلاتهم خاشعون، أول الوقفات، أعظم نداء تسمعه في الحياة نداء يدعوك لكي تقف بين يدي العظيم جل وعلا. أعظم دعوة في الحياة لا أن تدعى لمقابلة عظيم من العظماء، ولو كان سيكسوك ذهبا أو يعطيك من المال ما لا حد له. أعظم دعوة للقاء تسمعها وأنت فوق الأرض يوم أن تدعى بحي على الصلاة، حي على الفلاح، وقبلها يقول المؤذن لك مذكرا أن الله أكبر. الله هو الكبير المتعالي جل وعلا، يدعوك لبيته، يدعوك للقائه، يدعوك وهو الغني عنك، يدعوك لأن تقف بين يديه قائما قانتا، وقوموا لله قانتين. أعظم الدعوات معاشر الأحباب أن تسير بخطى خاشعة وبقلب مخبت منيب للقاء الله. أسمعت لقاء الله؟ إي والله، إننا قبل دقائق كنا بين يدي الملك جل وعلا نناجيه، كشف الله الحجاب بيننا وبينه فور أن رفعنا الأكف مبسوطة إلى القبلة وحاذينا بها المناكب أو حاذينا فروع الأذنين. يوم أن قلت الله أكبر انكشف الحجاب بينك وبين الله، الله جل في علاه تلقاء وجهك. هل هناك أعظم من هذا اللقاء؟ لا وربي. ولذلك أهل الإيمان أهل السعادة وهم الذين كلما حزبتهم الدنيا بهمومها وضاقت عليهم مناكبها وحزنهم أهلها فزعوا إلى الصلاة. صلى عليك الله يا علم الهدى ما تعاقب الليل والنهار. كان إذا حزبه أمر دعا بلال أن ينادي بالصلاة. الصلاة صلة بينك وبين ربك، ولذلك إذا تكلمنا عن روح الصلاة وهي الخشوع نتكلم عن عبادة أراد الله لعباده أن تعرج أرواحهم وهم على أديم الأرض إليه إذا وقفوا فوق الأرض. ولذلك الصلاة ما فرضها الله في الأرض، جميع شرائع الإسلام، حج، صوم، صدقات، نوافل، كل الطاعات فرضت على وجه الأرض إلا الصلاة. يرفع الله محمد عليه الصلاة والسلام إلى مكانة لم يصل إليها الأنبياء، إلى الأنبياء ولا الملائكة المقربون، حتى سمع صريف الأقلام وسمع كلام الرحمن وكلف بأمر بالصلاة 50 فخففت إلى 5 وبقي أجرها 50. لماذا في السماء؟ حتى إذا سجدت في الأرض تعرج هذه الروح إلى الله كما عرج بمحمد عليه الصلاة والسلام، حتى تذوق لذة المناجاة ولذة الوقوف بين يدي الله جل وعلا. أعظم موقف في الحياة يوم أن يقف العبد بين يدي ربه. ولذلك الصلاة الخاشعة تزن إيقاع الحياة. أنت ضائق صدرك، ضاق رزقك، كثر مرضك، كثر همك، كاد قلبك وصدرك أن ينفجر، تقلبت عليك الليالي وتلومت، علاقتك بالصلاة ضعيفة. أما ولو أنك تصلي كلما جاك أتاك الهم، أليس الله يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الخاشعين المنيبين المنكسرين الذين إذا وقفوا بين يديه
سجدت قلوبهم قبل أن تصل الجباه إلى الأرض. الصلاة أيها الأحباب ليست حركات رياضية مفرغة من الروح، الصلاة ليس خفض وركوع. ولذلك من أقبح ما تسمع بعض الكتاب وبعض المتفيهقين ينزعون روح الصلاة فيقولون الركوع يجعل الدورة الدموية تفعل كذا، والدم يندفع إذا سجدت إلى الدماغ ثم ينفجر إلى العروق. إن تفريغ الصلاة من روحها والحديث عن أنها حركات تنشط الدورة الدموية هذا تفريغ للروح. الصلاة لقاء العبد واتصال العبد بالله، وهو فوق الأرض لا يمكن أن يستغني عن الله. ولذلك بنى الله فوق ملكه بيوتا له، وهنيئا لمن إذا قال المؤذن الله أكبر رقص القلب فرحا وانطلقت الأقدام بعد أن تغسل الأبدان أطرافها بالماء النمير ويلتقي بربه ويقابل ربه. السلف الصالح منهم من كان إذا توضأ، ومنهم زين العابدين عليه رضوان الله ورحمته، كان يصفر وجهه، ورويت عن الحسن ابن علي رضي الله عنهما: لماذا يصفر وجهك؟ قال: ويحك، إني أسير للقاء ربي، يسير إلى لقاء ربي. يقفون بين يدي الله وقد نسوا الدنيا. يقال أن السلف، أحد السلف، سقطت اسطوانة المسجد، ولعله ابن يسار يعني عمود المسجد، سقط وانهدم بسبب سيل أتى مدينته، وكان في ركن المسجد القصي وما علم بسقوط المسجد حتى أتى أهله لينقذوه، فوجدوه قائما يصلي، يصلي بقلبه، يرتفع إلى السماء بروحه وبين يدي مولاه قانت. ولذلك أيها الأحباب، صلاة العبد، لربما كلنا الآن ولله الحمد كلنا قد أدينا الصلاة، لكن صلى مصل بجوار آخر الآن في صلاة العشاء، ما بين صلاة هذا وصلاة هذا كما بين السماء والأرض. من المصلين من صلى ففتحت أبواب السماء لصلاته، لأن الروح ولأن القلب، ولأنه يخفض ويركع سجود قلب قبل بدن. ولذلك رحبت السماء بصلاة بعضنا لأن مادتها وروحها الخشوع كانت تجملها، وبعضنا لربما لفت صلاته كالثوب الخلق ثم ضربت في وجهه ثم نادت هي: ضيعك الله كما ضيعتني. لما؟ لأنه كذب، كذب وهو بين يدي الله، قال الله أكبر، وزوجته أكبر، وأبناءه أكبر، والمقاضي اللي عقب الصلاة أكبر، ومواعيده أكبر، وجواله الذي يعزف في بيت الله مقطوعة الخنا أكبر، ما سكره. إن بعضنا يكذب في أن الله أكبر. ولذلك قال الحبيب: يدخل الرجل في صلاته ولا يكتب له إلا شطرها، إلا ربعها، إلى أن قال عشرها، ثم قال: يدخل الرجل في صلاته ويخرج ولم يكتب له منها شيء. أي أنه قد يؤديها فتسقط التبعة الشرعية عنه، لكنها في الحقيقة ما قبلت، ما قبلت. ولذلك أحبابي، الخاشع في الصلاة هو المنيب المؤمن، هو الذي أثرت الصلاة في حياته. الله يقول عن الصلاة أنها تنهى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أليس من المصلين من يأكل الربا؟ أليس من المصلين من ينظر إلى النساء؟ أليس من المصلين من يستعذب الغناء؟ أليس من المصلين من يفجر في الدعوة؟ أليس من المصلين من يلعن ولسانه قذر بالشتائم والفحش؟ أي صلاة هذه؟ لماذا لم تنهى بعضنا الصلاة مع أن الله قرر في كتابه أنها تنهى؟ تدرون لماذا لم تنهى؟ لأن الذي ما نهته ما صلى صلاة الخاشعين، لأن الصلاة التي تنهى هي الصلاة التي يصليها العبد وهو يعتقد أنه لن يصلي بعدها صلاة، التي تسمى كما ورد في أثر: صلوا صلاة المودعين، صلوا وأن الله كأن الله يراك، فإن لم يكن يراك فإنك تراه.
كأنها هي درجة الإحسان والمراقبة. ولذلك لو قيل لأحدنا هل ترضى أن تكون صلاتك هذه التي فرغت منها آخر صلاة لك في الحياة؟ من يرضى منا أحبابي؟ من اللي يبغى يعيد صلاته؟ الجميع، الجميع. أليس هناك صلاة ستصليها ولن تصلي بعدها؟ كل الذين نقلوا إلى المقابر صلوا صلاة ما صلوا بعدها، هل كانوا يعلمون أن تلك الصلاة هي الأخيرة؟ ولا واحد منهم. ولذلك لو علموا لسجدوا سجدة ما رفعوا رؤوسهم بعدها، لكنهم ذهبوا، شغل السيارة، الله أكبر، سلام عليكم، سبح، هلل، استغفر، رقع ما نقص منها بالسنة الراتبة، مشغولين، وكل واحد في المسجد مشغول ويحمل أشغاله اللي خارج المسجد أمام الله. ما كبر الله، ما كبر الله وما عظم الله، كيف بين يديه وهو الذي خلقك لعبادته وتنشغل بعباده الذين خلقوا معك؟ أنت خلقت له، فلماذا لا تكون واحدا له سبحانه وتعالى؟ ولذلك الصلاة الخاشعة لها علاقة بالتوحيد، أخشعنا أعلمنا بربنا، أعرف الناس بالله هم أخشعهم. وإذا كان يقف بين يدي الله وما يعرف الله تلقاه يناظر في الجوال وينظف أنفه ويزين ساعته ويصلح شماغه وينظر في الورد وفي الجبس الملون ويتذكر مواعيده، ولا يجد مفاتيحها الضائعة إلا في الصلاة، لأنه ما عظم الله. وإلا فكيف، هل يوجد إنسان يأتي متأخرا؟ الله جل وعلا وصف المنافقين أنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذه الصفة يا أحبابي في من؟ في المنافقين. أما تلاحظون أن بعض الناس من غير أهل النفاق شاركوا المنافقين فيها؟ يأتي وهو كسلان، وإذا صلى كأنه مربوط في المسجد، يبغى ينتهي، التسليمة الثانية عند الحذاء، سبح، طالع وين؟ السؤال، أنحن إذا انتهينا من الصلاة نخرج إلى أين؟ هل سنخرج للقاء أحد أغلى وأحب إلينا من الله؟ نحن في بيته، فلماذا يخرج البعضنا؟ من أسبابها أن الشيطان أوكل أعوانه، خنزب أو خنزب وهو جنس من الجن والشياطين متخصص لإفساد صلاة العبد الذي عجز هو أن يمنعه من الوصول إلى البيت، إلى بيت الله، ما استطاع أن يمنعك من أن تصلي. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية أحدكم ثلاث عقد. كل عقدة ماذا يقول الشيطان؟ عليك ليل طويل فارقد. لا يريده أن يصلي، لا يريده أن يصلي. ولذلك أثقل الصلوات على الناس صلاة الفجر هذه الأزمان، الشيطان قد عقد. ولما قيل يا رسول الله أن فلانا طلعت عليه الشمس ولم يصلي الصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. الشيطان، نعم. ولماذا نستنشق ثلاث مرات في صلاة الفجر ونستنثر؟ وأوجب ذلك بعض أهل العلم أن الاستنشاق يكفي واحدة، إلا في صلاة الفجر فقد أوجب بعض أهل العلم الاستنشاق والاستنثار ثلاث، لأن الشيطان ينام على خيشوم العبد، ينام هنا حتى يثقل. ما تلاحظ راسك ثقيل ثقيل، وبعضنا سهران الليل كله لأن يبقى على الفجر ساعة، ويجي لذة النوم على عينه. طيب ليه ما جاءك الشيطان عطاك النوم الساعة 12؟ ليه الساعة 3:30؟ لماذا قبيل؟ لماذا أحسن قفلة في النوم قبل أذان الفجر؟ لأنه يسكب العسل الشيطاني على عينك ثم يثقل رأسك، لأنه جاث على خياشيمك، فأنت تستنثر لتذهب أثر الشيطان عليك لتقوم. فقال الحبيب: فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة، وإذا صلى انحلت عقدة، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. وأحد أكبر أسباب الاكتئاب والضيق والتعب وتغير الأخلاق وسوء الطباع في موظفين وفي الطلاب وفي المعلمين هو أن بعضهم يخرج في غير ذمة الله، ما صلى الفجر جماعة، لأن الشيطان منعه
أن يأتي إلى بيوت الله. فإذا أتيت سلط الشيطان وأعوانه لإفساد الخشوع عليك. ولذلك أحبابي نحن في صراع، نحن في جهاد، لأن الشيطان قال لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ما في مكان، قدام وراء يمين يسار، ولذلك يغتالك من تحتك، لا يريدك أن تصلي. تدري لماذا؟ لأن الصلاة تقود الطاعات جميعها في حياة الإنسان. إذا فسدت الصلاة فلا تسأل عما بقي من طاعاتك. واحد طالع للبر وناسي عمود الخيمة وجايب 200 طنب، الأطناب أينفعه أطنابه 200 وعمود الخيمة ليس معه؟ ما تقوم خيمة. هذا مثل بعضنا كريم مبتسم واصل متصدق كل لكن في عذروب بسيط ما يصلي. وش رأيكم بسيط هذا؟ كأنك تقول فلان ونعم بس كافر، صلى الله العافية والسلامة أنت. ولذلك أيها الأحباب، إن بعضنا ضيع الخشوع في الصلاة أو ضيع الصلاة، والصحيح أن من ضيع الخشوع فقد أضاع الصلاة، لأن الصلاة روحها الخشوع. الخشوع انكسار القلب، الخشوع إخبات القلب، الخشوع سجود القلب، الخشوع معرفة الله بالخضوع له، الخشوع هو خوف القلب من الله، خوف السر اللي جعل السلف يسقط هذا إن صحت الرواية عن عروة بن الزبير بن العوام عندما قيل في قطع قدمه وهو ضيف على الوليد بن عبد الملك قطعت قدمه ولم يشرب خمرا. لما؟ لأنه إذا صلى عرجت روحه، كما أن الصلاة فرضت في السماء، من لم تعرج روحه في الأرض إلى الله وهو متصل بالله فصلاته ناقصة. لذلك لماذا تقطع قدمه؟ إن يا أخوان لو يعطس واحد في الصف السابع بعضنا من يمكن من الخوف راحت خشوعه في الصلاة كله، ولو يتذكر أحدنا موعدا بدأ يدعو على الإمام انطول في السجود بيطلع، وبعضنا من قلة الخشوع يسابق الإمام مع أن المسابق مو مسكين، قال بعض أهل العلم المسابق أحمق لأن في النهاية ممسوك في التحيات. الله يجزاك خير، تقدر تطلع قبل الإمام؟ هل تستطيع أن تخرج من الصلاة قبل الإمام؟ طيب تسابقه ليه؟ الله يجزاك. لماذا لا تكون لا توافقه ولا تخالفه ولا تسابقه بل تابعه؟ حتى الشيطان بسرعة وبسرعة ما تطلع، أنت ممسوك، لكن الشيطان يريد أن يفسد صلاتك. إذن الخشوع خوف القلب، إخبات القلب، انكسار القلب، سجود القلب، هذا الذي يجعل الإنسان يتلذذ يتلذذ. أنتوا شفتوا في الرياض واحد إمام شكوه المسجد لأن صلاته سريعة، تلقى 35 صف وراه، وفي صلاة التراويح ماذا نقول؟ أحسن إمام إمامنا 7 دقائق كذا سفري على طول معطينيها ومسلم، إمام ممتاز. تدري هذا اللي يسرع بك في الصلاة، الله أكبر سمع الله الله أكبر، هذا ما صلى وما صلى خلفه، هذا من هو؟ هذا إمام أخذ على نفسه عهدا أمام الشيطان أن يصرف عباد الرحمن عن الله وهم قائمون بين يديه في أسرع وقت. ولذلك إذا رأيت الإنسان يسرع، الحبيب حكم على المسيء، والحديث صحيح، حكم على المسيء في صلاته قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حديث أبو هريرة، لم يصلي؟ نعم لم يصلي، مع أن الحبيب يرى ركوع ويرى سجود ويرى قيام ويرى تحيات ويرى سبحان سمع الله لمن حمده، كيف لا لم يصلي؟ لأن هذه الصفة ليست الصلاة التي شرعها الله على عباده، وليست الصلاة المقبولة، والله من أعظم الخسائر. ولذلك قال العلماء أخطر سارق من يسرق من صلاته. الحرامي بعضنا يسرق مال، بعضنا يسرق أحبابي متاع، لكن أخطر من يسرق واحد يسرق من نفسه، يسرق من صلاته. أنت إذا أقمت إذا وقف، يعني أحبابي نحن إذا أردنا نصلي اللي بنطلع له أبناء أعمال تجارة، بيد من أن يحفظها لنا؟ من؟ الله. طيب أنت أمام الله لماذا تخرج عنه؟ لماذا تنصرف عنه؟ لماذا لا تصلي صلاة مخبتة قانتة؟ لأن كل من ستخرج له بيد الذي أنت وقفت بين يديه. معادلة الشيطان ما يريدنا أن نتذكرها، كل اللي في يدك. طيب عندك آمال
بيد من أن تفرج كربك وتحقق آمالك؟ أليس بيد الله؟ في أعظم من أن تقف متصلا. والله وتالله لو أن الله أمر كل من أراد أن يتصل به أن يذبح ولده أو يقدم ماله لقدم العباد الخلص أبناءهم فداء عشان ينالون ساعة للقاء الله. يا أخي مجانا الله يحفظك، قليل من الماء هذا يكفي للوضوء. الحبيب كان يتوضأ في مد، المد قارورة موية صحة الصغيرة وخذ منها بيالة، ها أقل من 300 ملي، وتتوضأ وتقول الله أكبر بحقها، أكبر بحقها. هل الله أكبر؟ كبير في قلبك، كبير بأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، فهنا تقابل الله. أسألكم بالله، لو تريد تقابل تاجر من تجار الدنيا اللي حاطين قدامه ثلاث سكرتيرين وما ادري ايش بعد ورجل اعمال ومنسقين، تقدر تدخل عليه بكره صباح؟ اتحداك والله ما تستطيع الا بمواعيد. ويمكن انا ها تعرفون فلان، قالوا والله نعرف زوجة سواق اخوه، يعني عشان يوصلك بمن حتى يوصلك اليه، حتى تصل اليه لتدخل عنده. يا اخي المخلوقين اذلونا لحتى ندخل عندهم، ويمكن تدخل. وبترى بعضنا يحب التجار وعمر التجار ما اعطوه ريال، بس يحبهم ويحب مجالسهم ويحب يروح معهم ويصور معهم سيلفي، والله لو بيتسلف ريال ما اعطاه لكن يحبه يناظر فيه. يا اخي اذهب الى العظيم الذي احسن كل شيء خلقه، الذي بيده الارزاق والاجال. الله من منته أتاح لي ولك أن نقابله متى ما شئنا، ليلا ونهارا، إلا في أوقات قليلة من أوقات النهي التي لا تتجاوز مجموعها ساعة أو ساعة ونصف، وبعدها الله. بل من عظمته أن ينزل نزولا يليق بجلاله سبحانه حتى يسمع الحاجات. هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ وبعضنا في هذا الوقت له غطيط، ولو واحد من التجار قال أبشر بجيب لكسس، بس إذا طقيت الباب تقول ألقاك واعي تالي الليل، كان قعد 5 سنوات واعي ينتظر الجيب، يمكن ينتهي النوع من السيارات وما بعد جه، لكن ينتظر راعي السيارة اللي بيعطيه. قال إنه وعدني ووعده صادق، وبفلان ما يسذب، وعسى الله يرسله لي. طيب ما ربك جل وعلا كل أمنياتك بيده، بل حديث نفسك يعلمه، وما بيده وما بيدك وما بيد خلقه منه وحده، فلماذا لا تستيقظ له؟ لماذا لا تبكر لبيته؟ إذن أحبابي، قضية أن الإنسان يخشع أو لا يخشع هذا له علاقة بمعرفة العبد بربه. لو قال لنا عظيم من عظماء الدنيا قابلني، أحبابي الثوب اللي نصلي به الآن، الثوب اللي نصلي به الآن، والشماغ اللي نصلي بها، والطيب اللي تطيبنا به، لو قيل لنا أن رجلا من علية الناس ومن عظماء الخلق الآن، ها صلينا العشاء صحيح، بتقابله بعد ساعة بتغير ثوبك ذا؟ بيغير الثوب بعضهم ويغير الشماغ، ها ويترجل ويحف شاربه، ما قلت حلق لحيته، قلت يحف شاربه، ها ويحف شاربه ويتطيب ويبكر. متى بنقابله؟ الله يحفظه، 10:30 يجي 9:30 ما شاء الله. وإذا ما وهو مع أن هذا الرجل لن يقابله إلا 1:30، فإذا قابله وقد سهرت عينه، عسى ما صيفنا عليك أبو فلان، تعبك طال عمرك راحة ما شاء الله. والإمام لو يتأخر في الإقامة 2 دقيقة وقعوا الجماعة كلهم ورقه للفرع الوزارة، سأل الله العافية. إمامنا طال يطيل في الركوع ويتأخر 2 دقيقة، ما لو تأخر عن يؤخرك والملائكة تستغفر لك، أنت تلتقي بربك، أنت في بيت الله. لماذا نستعد للخلق ولا نستعد للقاء الخالق؟ تدرون ليه أحبابي؟ لأنه يحتاج التوحيد إلى مراجعة ومغذيات للقاء الله. أعظم مظهر من مظاهر التوحيد أن تقف بين يدي رب العبيد مناجيا منكسرا، لأن هذه العبادة أول ما يحاسب عليه العبد. يقول عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب عليه العبد صلاته، فإن صلحت أفلح وأنجح، وإلا خاب وخسر. الله أكبر. ولذلك أحبابي شرع الله لنا في الصلاة، لأننا ما نرضى على خشوعنا جميعا، شرع لنا من جنس الصلاة نافلة. صلاة النافلة
ترقع ما نقص من الفريضة. وإذا رأيت أحد الناس لا يأبه بالسنة الراتبة كما قال الإمام أحمد وغيره اغسل يديك منه، هذا اللي يصلي ولا يصلي النافلة اغسل يديك منه، أجل الله يحفظك اللي ما يصلي أبدا غسل الحي منه مهو بيديك. لذلك الإنسان إذا قل قدر الصلاة في قلبه أو قل خشوعها في صدره اعلم أنه قل عظمة الله في صدره. والعظيم سبحانه إذا وقف العبد بين يديه يناجيه نظر إلى قلبه وإخباته له. ولذلك أحبابي تلاحظون من منا يتذكر يوما أنه خشع وبكى أو رق وهو يسمع سورة الفاتحة؟ الله أكبر، أعظم سورة في كتاب الله، أعظم دعاء في الكون كله، أعظم دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، لا هو أعظم، أعظم دعاء في الحياة كلها سورة الفاتحة، لأن اللي علمنا هذا الدعاء هو الله. والدليل أنه دعاء، إذا قال الإمام ولا الضالين ماذا نقول؟ آمين. إذن نحن هو كان يدعو ونحن نؤمن، من منا في هذا الدعاء الذي وأعظم ما يطلب العبد في الحياة؟ أعظم طلباتك ما هي؟ بعضنا يقول زوجة، وظيفة، مال، ولد، لا، أعظم طلب في الكون والحياة اهدنا الصراط المستقيم، لأن الصراط المستقيم المنتهى جنات النعيم. ولذلك من الذي إذا قال اهدنا الصراط خشع وبكى؟ لأنه يسأل الله الفلاح، لأن الصراط المستقيم هم الفريق الواصل للجنة من الذين أنعم عليهم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. من اللي بكى منا خشع، تدرون لماذا أحبابي؟ لأن بعضنا يقف وجعل الصلاة عادة، جعل الصلاة عادة، ما رفعها إلى كونها عبادة. لماذا يصفر وجه الحسن بن علي رضي الله عنهما؟ ولماذا ذاك الذي إذا وقف يكرر آية محمد عليه الصلاة والسلام صلوا عليه صلوات ربي وسلامه عليه، جلس ليلة كاملة يكرر آية واحدة، أتدري ما هي؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك. الله أكبر، آية. ويقرأ عليه ابن أم عبد خارج الصلاة فيبكي، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. لماذا يبكي عليه الصلاة والسلام ولديه حجز مؤكد إلى جنات النعيم؟ وأنا وأنت يا الله حسن الختام يا رب العالمين، لا ندري ما بكى الباكون أمام الرحمن إلا لأنهم استحضروا أنهم بين يدي الله، أنهم بين يدي الله. وأقسم بالله يا أحباب لو استحضرنا أن الله أكبر تكشف الحجاب بينك وبين الله، تكشفه فيكون الله تلقاء وجهك، والله ما تحد البصر. أبوك إذا نظر إليك أتحد النظر في وجهه؟ سبحان من له المثل الأعلى، وله المثل الأعلى. لا أقول أنك تنظر إلى الله في الدنيا، الدنيا لا ينظر إلى الله في الدنيا، لا تنظر إليه العيون، أما في الآخرة نعم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ننظرها الله لا يحرمنا وإياكم لذة النظر إليه جل وعلا. نعم، إنك أمام الله، أنت أمام المخلوق تحط عينك في الأرض، وكل واحد منا مخطي ولا ما هو مخطي؟ من منا أحبابي ما شاء الله مكمل الواجبات ومتبعها بالنوافل؟ لولا ستر الله، لولا ستر الله لما جلس أحدنا إلى أحد، ولو أن الذنوب لها روائح لما أطاق بعضنا أحدا، ولو أن الذنوب إذا أذنبنا نكتت في الوجيه ليست في القلوب. الحين الذنب ماذا ينكت؟ في القلب، لكن لو الله يقلب النكتة هذه النقطة السوداء في الوجيه، ويمكن بعضنا ما يعرف بعض، نصلي الفجر مساك الله بالخير يا أبو فلان ما عرفته، يا أخي وش فيك؟ أنا ما تعرفتني لأن في الليل سكر www. وخاض مع الخائضين ودخل مع سراديب الظلام هذا، فعصى الله فسود الله وجهه، لكن الله سترنا، الله سترنا. يا ربي كما سترتنا فاغفر لنا. أقول أحبابي هذا العظيم إذا وقفت بين يديه كأنه تلقاءك. ولذلك درجة الإحسان كما في حديث عمر أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه انزل للمنزلة الثانية فهو يراك، يقينا هو يراك.
هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، هو العظيم سبحانه وتعالى. لذلك العبد إذا قال الله أكبر، ما تلاحظ الآن لو يدخل عليك أبوك ويكلمك، من البر أن ترخي عينك، لا تشخص بعينك في عينه ولا لا، وأن تقول لبيك، وأن تطيعه وتسمعه بكل جوارحك حتى تستجيب لأمره وتمتنع عن نهيه. هذا المخلوق. وخفض جناحك لأبيك عبادة، بعد التوحيد تأتي. طيب أحبابي، استشعار العبد أن الله يراه وأنت ما أتيت إليه في بيته إلا أنك تريد أن تناجيه وتبثه همك وتشكي إليه دنياك وتسأله حسن الختام، هل يمل عبد من مناجاة ربه؟ لو جاك واحد من أهل الدنيا قال اسمع تكلم أطلب إلين توقف من الكلام وسأعطيك كل ما طلبت، توقف يبدأ السبت وينتهي يوم الجمعة، صحيح؟ ويشرب الماء لأنه كل ما طلب يعطى، سبحان من له المثل الأعلى. وقبل أن ترى هذه أحبابي كلها مقدمة، سنأتي لا تخاف، ما بقي إلا دقائق وننتهي، لأن ما بدأت بالدرس حقيقة، لكننا نتكلم عن مرض أشعر به، أريد أن أنقل أحبابي هذا الألم لكم، لأننا أحبابي صرنا نصلي من فضل الله، لكن الصلاة بلا روح. أتساءل قبل أن أبدأ في الدرس، الذي يصلي في بيته وهو من الرجال، أسألك بالله هل أنت تخشع؟ أو أغير السؤال، إذا فاتتك صلاة الجماعة وصليت بجوار فراشك، هل خشوعك كخشوعك في المسجد؟ أنا أتحدى واحد يقول نعم، وأتحدى بعضهم أن يصلي النافلة وتلقاه الله سمعنا، وتلاحظون بعضنا متقاول مع قل هو الله أحد الله الصمد، حافظها قل هو الله أحد ثلث القرآن، هذه السورة العظيمة، إنها صفة الرحمن حبها يدخل الجنان، لكن ترى بعضنا يقراها ما هو بالذلك من قريب، لأنه ما يبي يطول، وأقرب شيء إن أعطيناك الكوثر قل هو الله أحد، جزاك الله، الله يعطيك الكوثر بعد، أنت الخير الكثير يعني العميم، لكن هل أنت تسأله الصمد؟ الله الصمد، إيش معنى الصمد؟ ينظر إليك والله ما أدري، تقراها لك 20-30 سنة وأنت ما تعرف الصمد، وتقرأ شيئا لا تفهمه من كلام الله، وهذا من علامات عدم الخشوع، عدم معرفة كلام الله، يقرأ لكنه لا يتدبر ويحاول ينتهي من لقاء الله. والله يا أحبابي إنها مصيبة، أن بعضنا صلاته اخلص من ربك، أعوذ بالله، الرسول يقول أرحنا بها، وبعضهم يقول ريحنا منها. واحد في البر يقول للناس يا الربع بسرعة نصلي، خل نصلي بسرعة، قالوا يا أخي صلاة العشاء التأخير، قال لا يا أخي أنا حاق، ما يبي يتوضأ، يبغى ينقض وضوءه، ولا يبغى يصلي صلاة سفري ترانزيت بسرعة، ولا يريد أن ينقض وضوءه. يا قليل الحياء، تقف أمام الله حاقنا، ترفع رجل وتنزل رجل، ما تريد أن تتوضأ وتقف بلا خشوع. الحاق ألا يكره صلاته؟ والحاقب الذي يدافع الغائط حاقب، ويدافع البول حاقن، والذي يحضره الطعام يؤخر الجماعة، لما؟ لذا كان يشتهي الطعام حتى لا يصلي وفي قلبه شيء يدافعه، لا حب الطعام ولا إخراج الطعام ولا إخراج البولة أكرمكم الله، كل ذلك حرصا على قلبك إذا وقفت بين يدي ربك ألا يتشتت حتى تكون صلاتك صلاة الخاشعين. الوقفة التي بعدها، الخاشع من هو؟ الخاشع كما قلنا الخائف المخبت المنيب، هو الذي إذا صلى خرج بدون قلب. أي واحد منا يلبس حذاءه الآن ويأخذ معه قلبه، هذا ليس خاشع، اجعلوها هنا، لأن الحبيب قال في السبعة الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق، مهي بالسماعة هذه، معلق كالسماعة أو الساعة، معلق بالمساجد حبا، ولذلك بعضهم يخرج، إذا جيت تقول الموعد قال بعد الصلاة بنصف ساعة، قبل الصلاة بربع ساعة، حياته تدور مع الصلاة، لأن الصلاة هي ساعة الزمن، لأنها ميقات عباد الله الخلص. لا ما أقدر أتعشى عندك لأني أتأخر عن صلاة الفجر، دائما حياته متى يأذن،
حتى يصل ببعض العباد أمثالكم ولا أزكيكم على الله أن بعضهم والله ليس عنده ساعة. أعرف شيبان كبار سن ما عندهم ساعة، لكنه يدخل المسجد قبل الأذان. وين الساعة ذي؟ أن ثلاث ساعات، والمرأة تسحب رجله والولد فوق راسه، ومع ذلك يئن تحت بطانية ما تحرك، لكن للدوام ما شاء الله لا قوة إلا ما يحتاج يقوم الدوام، يستيقظ الخطوط السعودية الإقلاع يروح قبل ثلاث ساعات. ويح، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أعود فأقول إن من الخشوع أن يكون الإنسان من ارتباطه بالصلاة ألا يخرج بقلبه، ومن الخشوع ومن أسبابه أن يكون الإنسان ينتظر الأذان. ينتظر الأذان بماذا؟ فيكون الوضوء دائما قبل الأذان. الخاشع من هو؟ الذي يستعد لله بغسل أطرافه ولو كان متوضئ. ترى بعضنا يصلي العشاء بوضوء الظهر، نعم، وتلقاه إذا جاي يكبر متوضي ما توضي. يا ابن الحلال، الله أكبر، خلها تروح، غفور رحيم، قليل الحياء من الله هذا. كان السلف الصالح، بل ثبت عند بعض من تتبع في السنة، قال ما نقل أنه عليه الصلاة والسلام توضأ صلى صلاتين بوضوء واحد. يحب الوضوء، يحب الوضوء. ولذلك أحبابي، من المحب للوضوء خاشع. لما؟ لأن الوضوء محطة تسبق الصلاة. لما؟ لتخرج الذنوب من تحت أظفارك. إذا توضأ العبد خرجت ذنوبه من تحت أظفاره، وفي الحديث خرجت ذنوبه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. إذن أن تستعد للقاء الله بغسل الجوارح حتى تكفر عنك الصغائر، فتأتي الله قد خففت ونقيت، ثم تأتي الصلاة لتغسل الباقي. قال عليه الصلاة والسلام لو أن نهرا غمرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال كذلك كمثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا ويرفع الدرجات. واحد قدامه نهر ويغتسل يتروش يستحم كل يوم خمس مرات، هذا يحتاج طيب يا أخوان، ما يحتاج دهن عود ولا غيره. ولذلك تجد أنه نقي، كما قيل أجمل العطر، هذا من كلام العرب، أجمل العطر الماء، لأن اللي يغتسل دائما تجد أنه طاهر نظيف. ولذلك هذه الصلوات تطهره. إذن الوضوء. ثانيا يتوضأ قبل لكل صلاة قبل الأذان، مو بدا أذن بدا يرفع الكم ثم بدا يسولف وش حالكم وافتح البزبوز ودل يضرب له الساعة وايت راح، ها، تحت وهما بعد غسل يديه الله يجزاه خير، وثم تجده يعصي الله ليقابل الله، هذه معصية. ثم بعد ذلك الوصف الثاني يتابع المؤذن. الخاشع إذا قال الله أكبر اهتز بدنه واقشعر فرحا، مو هو بشاف بسم الله الرحمن الرحيم توه مذن يا الربع، تونا مصلين وش جاب الصلاة، كأنه قد حزن لقربها، وهذا من ضعف الإيمان. فإن المؤمن في الأصل يعرف الأذان، لكنه إذا قال الله أكبر قال بلسان حاله مرحبا بمنادي ربي، مرحبا بلقاء ربي، قلبه فرح. المخاشع بعد يتابع ويقطع الحديث إذا كلمه أحد. ولذلك أحبابي إذا جيت تسولف مع واحد في البيت، مع الزوجة، مع الولد، مع الضيف، وبديت تقول والله فيه واحد قال الله أكبر، لا تقول فيه واحد راح ولا جاء، خلاص واحد آخر كلمة، لأن هذه الكلمة تبين لك كل كلامك أصغر، وهذا المنادي يناديك للأكبر، فاترك كل شيء في الحياة لهذا العظيم. قالت عائشة كان الحبيب في شأنها، يعني مع أهله ويتكلم مع أهله، حتى إذا أذن بلال كأنه لا يعرف منا أحد، أو كما قالت ما يعرف أحد، خلاص لا تسولف معه ولا تكلم، أذن ولا أعرف واحد منكم، ولا أتكلم في أمر الدنيا، ولا أشيل الجوال معي. على طري الجوال أحبابي، الموسيقى التي نسمعها في المسجد، تذكرون من سنتين أول ما جت الدندنات هذه، ألم يكن قلوبنا تتغير إذا اشتغل الجوال؟ أعوذ بالله، مش إنا لله، والحين يمكن بعضنا يهز راسه مبسوط وهو بين يدي الله وهو يسمع هذه المقطوعات. سؤال، نحن في الجامع وعندنا قبة، لو جانا فاسق
ومعه عود أو أورج، وقال لو تكرمون في هالمسجد ودي أعزف لي نصف دقيقة تحت قبة مسجدكم لأن صوتها سيكون نديا وسيكون الصوت له صدى، هل نقبل من فاسق عربيد صاحب مزمار أن يعزف في مساجدنا؟ والله ولا في حمام المسجد تكرمون، مو في المسجد، ما نقبل له أن يأتي. طيب ما رأيكم في أصحاب المقطوعات السيمفونية العامة هذه اللي يأتون إلى بيوت الله ليفسدوا خشوع المصلين وليعلنوا مزمور الشيطان وكلام الرحمن في بيته؟ أليس هذا من عدم قدر الله قدره ومن عدم تحقيق أن الله أكبر أكبر؟ بعض النغمات فاجرة، بعض النغمات خائنة، بعض النغمات قرآن الشيطان، لذلك يحرم على المسلم أن يأتي بها، ويحرم عليك إذا كان جوال صاحبك هو الذي ضرب بجوارك التفت عليه، يحرم أن تتركه إلا بإنكار منكر. اتق الله. لو كان الجرس العادي الأمر ممكن مسموح وكلنا ننسى الجوال، لكن بعضهم يركب نغمات فاسقة فاجرة ويؤذي بها عباد الله فيقطع اتصالهم بربهم. إذن أعود، إذن يتابع المؤذن صاحب الخشوع، أيضا صاحب الخشوع يلبس أجمل ثوبه. من أحمق الخلق من يرزقه الله الجمال فيوري الجمال غير خالقه. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. اللي خلق الجمال هو الله، واللي رزق الجمال هو الله، وهو جميل جل في علاه يحب الجمال، وتأتي إليه في بيته بثوب رث أو برائحة غير جيدة، وتأتي إلى بيته وإذا دعيت المعزوم منا في زواج هذه الليلة بتروح بهالثوب؟ قال لا، بروح أشخص. وبعض الأطفال يلبس لباس الرياضة وفيها صلبان وفيها ديك وفيها بعض ولو لبس بعض الأطفال ثوب أبيض مسكته أمه مع أذنيه ومطتهما مطاً، هذا ثوب المدرسة يا غبي، هذا ثوب المدرسة، هذا ليس ثوب الصلاة. ونربي أبناءنا أنهم إذا ذهبوا للمدارس أو لمقابلة الناس تجملوا، وإذا أتوا أمام الذي خلق الجمال صاروا في أرث حالة، وهذا من قلة الحياء من الله. يا بني آدم خذوا زينتكم. كان بعض السلف يشتري الحلة الغالية حتى يصلي بها، فإذا انتهى خلعها، ما يلبسها للمخلوقين، عكسنا هالحين يلبسها للمخلوقين وإذا أتى للخالق خلعها. أو يلبس بعضنا صلاة الفجر جايب قميص النوم الله يجزاه خير، نعم جلابية النوم المقرفطة التي بلغت قريبا من ركبتيه، وإذا خرج بعد قليل ذهب للعمل فلبس أجمل ثيابه. من الخاشعين من يهتم بطيبه ويهتم بنظافته، ولذلك لا رائحة أكل ولا عرق ولا مشروب محرم فيؤذي ملائكة الله. ومن الخاشعين من لا يفارقه السواك، لا يفارق عند الوضوء وعند الصلاة. لماذا يستاك؟ حتى يعطر أنفاسه وهو يناجي ربه. الله أكبر، ما أجمل ذاك الذي يستاك عند الوضوء، والوضوء متى؟ قبل الوضوء، لأنه قبل المضمضة على الصحيح، عند كل مضمضة حتى يخرج ما علق ثم يتمضمض، وعند الصلاة قبل الشروع في التكبير الله أكبر فيتعطر، يتعطر فمه لأنه الآن سيكشف الحجاب بينه وبين ربه. ومن الخاشعين أيضا أيها الأحباب من يأتي مشيا، يقول أبو فلان أبشرك بيتي بابي في باب المسجد، مهي بشرى الله يحسن عزاني وعزاك، هذه ليست بشرى. البشرى أن تكون بعيدا قليلا، لا يمنعك البعد عن أداء الصلاة، لكن من قبل الأذان تمشي فيؤذن وأنت على الباب ثم تدخل. دياركم تكتب آثاركم، قالها الحبيب لبني سلمة تحولوا عن مكانهم إلى مكان قريب من المسجد، أتوا يبشرون الرسول صلى الله عليه وسلم، قال هذه ليست بشرى بل دياركم، لو ابتعدت أفضل وتمشي بأقدميك أفضل، محطة عالية لتنقية الذنوب والخطايا، إذا رفعت قدما ارتفعت حسنة، وإذا وضعت الأخرى حطت عنك سيئة. إذا أتيت أيضا للمسجد الخاشعين مع تبكيرهم يدخلون والأذان يؤذن، مهو بيأتي والإقامة تقام. ولذلك سعيد بن المسيب وغيره
قال بعضهم أنه أكثر من 40 سنة. قال: ما أذن المؤذن في مسجد رسول الله إلا وأنا في المسجد، ويقول: ما رأيت منذ 30 عام ظهر مصل. وش معنى ذلك؟ الصف الأول، الله يحفظك. فالصف الأول أن الله يحفظك، شفنا رؤوس والعلابي والظهور، وبعضنا إذا أدرك له ركعة قال: الحمد لله لحقنا الصلاة. هذا مبلغهم من العلم أنه لحق ركعة. وبعضهم أعرف رجل في هذا الزمن، في هذا الزمن لما أخذه وابنه لخطبة له فخطب لابنه، فأخرجه ابنه من بيت أنسابه الجدد، قال: نصلي يا بني هنا. قال: ما بعد أذن، لأن الابن مثلي ما يدخل إلا بعد الأذان. قال: ما بعد أذن. قال: يا بني، هذا ورد عن بعض السلف، قال: لا تكن من شرار عباد الله الذين لا يأتون إلا إذا دعوا. ليه ما تجي بدون دعوة دامك عارف الأذان؟ أنتم شفتوا مرة أحبابي الأذان تأخر أو الأذان يوم الأيام ما صلينا، نصلي الأذان نعرفه. قال: اقدم إليه قبل الدعاء، فإن المؤذن لا يدعو إلا الكسالى. هذا كلامه من بعض أهل العلم. أعود فأقول: هذا الرجل لما تعدى ابنه المسجد الأول، الثاني، أذن، ثم الثالث، فدخل الأب يريد دخول المسجد، إذا الإمام يقول: الله أكبر، فاتته تكبيرة الأحرام، بكى وتحسب على ابنه وقال: أكثر من 30 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام، حسبي الله عليك. 30 سنة ما فاتت تكبيرة الإحرام، هل يستطيع أحدنا أن يضبط نفسه أن يدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما؟ ورد في حديث حسن: من أدرك تكبيرة الإحرام 40 ليلة كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. أختم، وبقي أحبابي صلب المحاضرة ما ابتدأتها، لكن نختم في هذا ولعلنا نستأنف في لقاء آخر. أحبابي، من أراد أن طبعا يدخل المصلي في المسجد بقدمه اليمين ويستعيذ من الشيطان الرجيم حتى لا يدخل معه، ثم إذا أتى يأتي في يمين الصف، الملائكة تصلي على ميامن الصفوف، ثم يستحضر رفع اليدين أنه يستسلم بين يدي الله. لو تمشي واحد بالسلاح في ظهرك وضعه استسلم، ماذا تصنع؟ ترفع يديك ولا لا؟ هذا الاستسلام بين يدي الله إعلان الضعف له، ترفع يديك أمامه كأنك تقول: أنا العبد الضعيف الخائف المنيب الشاكي المذنب المنكسر الخائف الراجي المحب، الله أكبر. فإذا استسلمت ووضعت يديك على الصدر وعينك إلى الأرض، تستحضر أن الله يراك، ثم تطرق الباب على الله. دعاء الاستطراق هو دعاء الاستفتاح. العبد لابد أن يفتح صلاته بدعاء، ومن أجمل الأدعية، بل هي من أثبتها: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ترى بعضنا دائما: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهذا حديثه ضعيف، لا حرج به أن تقوله استفتاحا، لكن الأثبت والأقوى هو: اللهم باعد بيني، ثم تطرق الباب، ثم تقول بسم الله الاستعاذة، ثم تسمية، ثم تقرأ الفاتحة. تدري إذا قرأت الفاتحة ما معناها؟ الله الله يرد عليك. إذا قلت الحمد لله رب العالمين، قال ربي حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، تقول إياك نعبد إلى آخرها، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يا الله من فضلك، بعض الصلوات تستحق أن تختم بها الحياة. ختامي لكلمتي: تريدون الخشوع معاشر الأحباب؟ صلوا صلاة المودعين، والله لو أن ملك الموت ينبئنا بآخر صلاة لنا وهتف في آذاننا أنها الأخيرة لخشعنا وأخبتنا وبكينا. ولكن بعضنا عنده أمل، إذا صلى العشاء يصلي الفجر، وإذا صلى الفجر يصلي الظهر،
وعنده أمل بعد الظهر يصلي مع عصر، وبعد العصر عنده أمل يصل للمغرب، وبعد المغرب إلى العشاء. الله يطول في عمرك على الطاعة. لكن كثير ناموا وما استيقظوا، وصلوا وما عادوا. فصلي صلاة المودعين يا سامع الصوت، يا سابق الفوت، يا رب كل شيء ومليكه، اجعل الصلاة قرة عيوننا يا رب العالمين، واختم بالسعادة آجالنا، واجعل خير الأعمال أواخرها، وخير الأيام خواتمها، وخير الأيام يوم أن نلقاك. يا رب توفنا وأنت راض عنا غير غضبان، واجعل أخشع صلاتنا وأخبتها لك هي ختام أعمارنا يا رب العالمين. يا رب نادنا من السماء أن يقال لنا اجتمعنا نرجو رحمتك يا رب ونخاف عذابك. يا رب اجعل النداء لنا من السماء أن يقال قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.